يعني لو لعبت خمس ست ماتشات كمان في ملعب زي ملعب مينيت ساون بتاع النهارده، المرتب اللي باخده مثلا من النطول هصرفه على الادارات. سنة ونص كده كنت ماسك فريق أحافة في دوري الدرجة الرابعة، كنا في ماتش فيصل بقى ماتش صعود مع فريق سمنود، وبعد الماتش فوجئت إن المنطقة الغربية بعتني إن أنا موقوف محاولة التحقيق رغم إن الحكم ما كتبش أي حاجة في التقرير في المباراة، والغرامة اتحطت عليها 3 شهور وغرامة 50,000 جنيه. طبعا انا قعدت الموسم اللي فات كله مش شغال بسبب حاجه زي كده، و3 شهور خلصوا. جيت ارجع السنه دي كان الموضوع صعب، لقيت المنطقه متعنده برضو ورافضه ان انا ابقى موجود في الملعب، واصروا ان انا ابقى موجود خارج الملعب نهائي في كذا مباراه. وجينا في ما كان اول ماتش لينا مع السكه الحديد في ملعب زفته، كان فيه مدرجات، فطلعت قعدت في المدرجات، نبهوا علي ان انا ما اتكلمش والكلام دوت، بس طبعا كان لازم اوجه اللعيبه، والغرامه ملهاش علاقه او الايقاف ملوش علاقه بان انا ما ابقاش موجود في الملعب. جينا في ماتش السكه خلصناه وكنت في المدرجات، بعديها كان ماتش عندنا الصنطه عندنا في ملعبنا، تاني ماتش في الدوري، والحمد لله كسبنا الماتشين. ملعبنا برضو فيه مدرجات، فبقدر اطلع ان انا اقدر اطلع اتكلم في فوق في المدرجات وكده ووجه اللعيبه بتاعتي. جينا في ماتش النهارده كنا بنلعب النجم المصري، الفريق اللي هو بينافس معانا في المجموعه، ده كان تالت ماتش لينا، بيلعبوا في ملعب مينيت سمنود. ملعب مينيت سمنود ما فيهوش مدرجات، ما فيهوش اي مكان ينفع اقف فيه، الملعب كله عباره عن سور حوالين الملعب، المكان اللي ممكن اقف فيه هيبقى ورا الجون، مبنى طويل كده وبعيد، هيبقى بعيد خالص عن اللعيبه. فجت حاولت افكر فلقيت فيه بيوت حوالين الملعب، طبعا هيبقى صعب ان انا ادخل البيوت واوجه منها، فجت لي فكره ان انا اجيب لودر وابدا وان هو يرفعني على الارتفاع بتاع الملعب، ووقفت في نص الملعب ان اللودر من خارج الملعب عشان برضو ما يتكلمش معايا الحكم او ما يتكلمش معايا المراقب عشان ما بقاش داخل الملعب، عشان السور داخل الملعب. وقفت من بره، اللودر رفعني، قعدت الماتش كله بديله من خارج الملعب عن طريق اللودر لما رفعني. طبعا انا بناشد ان مش بقول مثلا لو انت شايف ان انا غلطان يبقى عقوبة على قد الدرجة، في لعبة كتير وفي ناس كتير بتعمل حاجات الشاشات كلها بتشوفها وابشع من اي حاجة ممكن تحصل، ما بياخدش 3 شهور، ما بياخدش 50,000 جنيه، وحتى لو خد 50,000 جنيه او 100,000 جنيه بتبقى على قد القدر اللي هو بياخده. يعني مثلا ما فيش حد مثلا بياخد مليون بتعمل عليه غرامه 5 مليون او 10 مليون، انت مثلا لعيب بيبقى بياخد 3 مليون في الدوري الممتاز بتعمل عليه غرامه 100,000 و50,000، فبتبقى معقوله. فلما تيجي تقيس عليا انا في الدرجه الرابعه يبقى على قد يعني الغرامه تبقى على قد الحجم اللي انا، يعني انا في الدرجه الرابعه فالغرامة تبقى على قدها مش تبقى بالقسوة ديت. طبعا المنطقة متعندة ان انا ادخل الملعب او ان انا ادير، ورحت اتحاد الكورة وقدمت تظلم وعملت تظلم، لسه برضو ما فيش اي رد عليه. حتى لما رحت الاتحاد قلت لهم انا ما بقولش ان دول عقوبة بس نخفضها وان انا حتى جدولها، ما فيش اي رد لسه لحد دلوقتي. ف بتمنى يعني بدعمكم ان شاء الله باذن الله انا اقدر باذن الله ان الغرامه تبدا تتشال وان انا ابدا ارجع امارس مهنه من على الخط. طبعا هتفرق معايا طبعا وهتفرق مع فرقتي، يعني نادي طول خد ريسك ان انا ابقى موجود مع الفرقه رغم ان هو عارف ان في غرامه عليا وان في ايقاف وكده، بس كان برضو متوقع ان هو يحصل نفس
يعني المشكله ديت ما كانش متوقعها قوي، ان هم يتعندوا ان انا اقف على الخط وكده، وان المنطقه تكلموا المنطقه كل ماتش بتكلم رئيس النادي بسبب الموضوع ده، تقول له ما ينفعش يدخل الملعب، ما يوقفش على السور، ما يوقفش على المدرجات، يعني مش عايزيننا حتى اتكلم ولا ان انا اوجه لعبتي. يعني لو لعبت 5 6 ماتشات كمان في ملعب زي ملعب مينيت ساون بتاع النهارده، المرتب اللي باخده مثلا من النطول هصرفه على المدرجات. فيعني يا ريت يعني يبصوا بعين الرحمه للدرجه والوضع اللي احنا فيه، ويبصوا ان احنا شباب حتى لو غلطنا لازم يقفوا جنبنا ويدعمونا مش يذبحونا.